السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم حيثما كنتم. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة أخرى من سلسلة القهوة، والآن كما عودتكم دائما وقفة لأسباب درامية. انترو. كيف حالكم؟ اخباركم؟ عساكم طيبين، من الله قريبين. زي ما انتم عارفين في سلسله القهوه هذه احنا نجرب اي شيء له صله بالقهوه. بالله ما حسيت اني خبير. منها افضل انواع القهوه، وطبعا منها المكان. ايش افضل قهوه وايش افضل ماكينه قهوه متوفره بالسوق؟ اليوم في ذي الحلقه راح نجرب ماكينه قهوه عظيمه، ماكينه قهوه لما اشتريتها حسبت اني انا فزت بكاس العالم. يس ما ادري ايش امي متحمس. ماكينة حلوة ورخيصة وطعمها يا شيخ تايمز جود. ماكينة تقدم اروع اسبريسو. ليديز اند جنتلمن بليز صفقولها امولها جملوها. ليديز اند جنتلمن ضعوا ايديكم مع بعض للفنانة القديرة. ليديز اند جنتلمن بليز ضعوا ايديكم مع بعض للفنانة، للماكينة القديرة التي حقها مظلوم، الماكينة المجيدة تقدم القهوة الحلوة للزبائن في الصباح وتحارب الجريمة في المساء. النيك نيم حقها في الفضاء هو البطريق. سيداتي سادتي، بدون اي تاخير اقدم لكم نسكافي دولتي جوستو. بالله عليك سألتك بالله ما حسيت اني ايطالي وانا اقول الاسم ذا؟ مو ايطالي صح؟ اشكرك. شكرا. ماكينة سلسة وتعطيك قهوة بانسيابية. تشتري هذا النوع من القهوة المخصص لها، تكون كبسولات زي كذا والقهوة تكون جوا. طبعا خلفية الماكينة تنفصل وتجيك فيها هذه عشان تحط فيها موية، وعشان توزن الوزنية تجيب القدر اللي تبغى تشربه من القهوة على قدر موية وتصبه هنا وترجع الخلفية زي ما كانت. طبعا هذه الفوهة ترفع عشان الجزء اللي تحت هذا ينفصل ويطلع زي كذا. طبعا عندك الكبسولة وتركب هنا خلاص. وترجع الجزء حقها وتقفل عليها هذا. هذه الماكينة كحال أغلب المكاين تعطيك القهوة الباردة وتعطيك القهوة الساخنة، وزي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت اللي حتحصل اللينك حقها هنا مدري هنا، إنه القهوة الباردة إذا أنت رجال كبير ودقن وشنب قهوة باردة نو قهوة باردة لا نو ما يمشي نص عمش ما يمشي نو تيجي شنب قهوة بارد لا نو طبعا لما تجهز القهوة تفتح هذا وتسحب هذا لأنك هذا انت كذا خلصت منه ترميه على طول. حبيب قلبي انت ما غشك اديك الاصلي بس دقيقة بس اديك نظرة الخبير. يس اتس جود. لما تسوي القهوة لازم تسأل نفسك الاسئلة هذه، هل هذه القهوة راح اشربها يوميا؟ ايوه. هل هذه القهوة راح اقدمها للضيوف؟ ايوه. اذا تزوجت وسويت فطور لزوجتي هل راح اعطيها القهوه هذه في الصباح؟ ليش قاعد اتكلم في الموضوع؟ عزيزي المشاهد خلاص انا ببطل النمك. انا لست الا رجلا فنطلا يحب القهوه، والتقييم النهائي لهذه القهوه والماكينه 8.9 من 10. اعتقد ايوه اعتقد
هذه حدها. هذا كان وقتي معاكم يا شباب، لا تنشر الفيديو هذا في كل مكان، ولا تسوي لايك ولا تسوي سبسكرايب، لاني ادري احنا اليوتيوبرز طفشناكم في الكلام هذا. لا تسوي اي شيء. شكرا انك تابعت الفيديو هذا لين النهايه. لا تنسى تقدر القهوه، واشوفكم في الفيديوهات الجايه. وقفه لاسباب دراميه. Peace.